مرحبا بكم. لابد أنكم سمعتم الخبر. رابود كشف عن سر جديد ومثير في قصر العائلة، وذلك بمساعدة الجيران. في هذه الحلقة يأخذ التحالف مع الجيران منحى جديدا. يلتقي عبود بجار قديم للعائلة، شخص يعرف الكثير عن القصر وأسراره. يبدأ الجار بكشف الأسرار القديمة، مما يضيف بعدا جديدا للغموض. بامبرا متحمسة، هل تصدقون أن هذا الجار كان يحتفظ بمذكرات قديمة تكشف جوانب مظلمة عن الماضي؟ يجد عبود نفسه في قلب مغامرة جديدة، يحاول فك شفرة الأسرار المخفية. بامبرا متسائلة، ترى، هل سيتمكن عبود من الوصول إلى الحقيقة الكاملة؟ وهل سيساعد هذا الجار في تحقيق العدالة، أم سيزيد الغموض تعقيدا؟ تابعونا في الحلقات القادمة لمعرفة المزيد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك لتبقى على اطلاع بأحدث التطورات في قصة عبود. عبود والميراث الغامض، قصة مشوقة، مغامرات عبود، لغز القصر، دراما غموض، سلسلة حلقات، رحلة عبود، تشويق وإثارة، أسرار العائلة، قصة غموض، مسلسل درامي، الألغاز الغامضة.